السلام عليكم كل الإخوان، هانين مهنيين، كلشي مزيان الحمد لله على كل حال. الإخوان، بعض السرقات اللي رصداتها كاميرات المراقبة في المغرب، هادشي عندنا ربما يكون الفيديو شوية قدام، ولكن يعني بين فيهم شنو وقع بالضبط. شوفوا كما كنلاحظوا، بحال هاد الشاب هذا دايز من حدا الدار، بانت لي شي حاجة تما، هو يرجع ما فراسوش كل الكاميرا كتصور، بانت ليه بيكالا هزها وزاد في حداثو. ولكن الصباح غير صباح مشوه، هو تشوه دابا نيت في هاد لافيديو. هنا كما لاحظنا جوج الناس جاو على دراجة نارية، وقفوا نزل منهم واحد يعني هنا جا باغي يهز شي حاجة، باغي يهز باغي يخون شي حاجة، ما عرفش شنو هي. حيد الكرتونة هذه، دراجة نارية هي صاحبو راه تيتسنى في تما، ربما هنا ما بانوش الوجوه ديالهم، ولكن ماشي صعيب باش يبانو. ايه شوف هاد القضية ديال تيعنقر، وقال لك تيعنقر الموتور، يعني كون الموتور واقف تيعول شي واحد على داك القفل ديال الكيدون، يعني اين فوا كيبرك عليه بزاف كيتهرس، وكيولي الموتور عادي راه. ولكن مغامرة كبيرة سبحان الله، العجب يصيب واحد مغامرة بحال المغامرات يصيبو، أنا أعرف أخويا هادشي العجب. المهم هادشي ما تفهم فيه تا شي حاجة. شوفو هنا الإخوان، هادي شابة نزل السيد من الموتور، هز عليها سكين ولا جنوي كبيرة، وبنت انا تقريبا دار في التلفاز، انا يعني من بعد ما تصور لا فيديو هذا من السياره تتناقش مع البنت قبل يا الساعه. شوفات هاز لي الجنويه باغي يشحطها بيها بالرجوله، ما حاجه ما والو، هادشي ماشي ترجليت، هادي كاع اللي تيدير بحال الامور هادو ما لا علاقة لا علاقة. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الشخص هذا نزل بهاد الميطير ديالو كما كنلاحظو، وقف قدام هذا المحل، نزل بيقضي شي حاجة. شوفوا الإخوان، تقريبا وهذا الشخص اللي لابس هذه القبية هو هذا، هو هنا هي رد البال ماشي حاجة، هنا كيتكلم مع شي حد لداخل في ذاك المحل، تقريبا كيتكلم مع شي حد بالإشارة، يعني ربما هما جوج الناس، شي واحد داخل في المحل هو اللي كيوجهو على ما أظن. بحال مازال ما هنا زوماو الكاميرا باش يعرفو شكون هو، لأن هادشي كيما كنلاحظو من بعد ما تصور لابيض، مازال كيتناقش مع شي حد يعني، والشخص اللي كيتناقش معاه واللي كيوجهو. ربما يكون شي واحد اللي كاين في داك المحل، ولا هو اللي صديق ديالو مقابل ليه ولا كذا. انا قطعت الفيديو لاني يعني كانت في بزاف ديال السير وجي وكذا الى اخره، وخلاه حتى جا مره ثانيه، كان الفيديو طويل انا حيدته، جا المره الثانيه مول نفس الدراجه،
يعني تقريبا الشاب اللي معاونه ولا كذا كاين في المحل، خدام في المحل ولا عنده شي علاقه تما. السيد هنا جا نيشان كما غنلاحظوا، جا نيشان هز الدراجه ومشى. يعني عالسين اللي كاين تما شي بلان، بلانين اللي كاين شي حد اخر معاونه تما في هذاك المحل ولا هذاك المهم داكشي اللي ما مصوراش الكاميرا تما، ربما يكون محل هذاك تما. لان بالينا في الاول مول الخبز ولا مول الكوميه داخل تما كاين شي حد اللي هو اللي كيوجهو هو اللي معاونو. هنا الاخوان لاحظوا هذاك الشاب اللي لابس البيض داز من حتى ديك السياره، بانت ليه شي حاجه تما. بعد ما طل في هذيك السياره بانت لي شي حاجه كاينه في هذيك السياره، ومن بعد ما داز وجا وقف هنا. يعني السيد ما بقاش عادي ولا خاصو يرجع لديك السياره، وقف واحد المده وعاود رجع، عاود رجع وعاود دار وداز من الجناب ديالها. هذا الاخوان وصل لقوت الشرجم، وهذه هي من المشاكل. يعني انسان السياره ديالو نزل خاصو يسد الزجاج على الاقل، خايبه ليه بنادم كذا والشارع، ولكن خاصو يسد الزجاج ديال السياره. سيد شاه هيدو تمايا، لا خاطرو خدا شي حاجه من تما شناهي الله اعلم. زقلو الموطور بعدا كان خاصو يجي في هذا الموطور هذا بالرجوع. هز هذاك البراك اللي هز وهرب بحاليته. الله اكبر. من بعد ما هادشي ضاجيج تما جات مول هاد السياره بدات كتقلب شنو هز ليا، ربما شي هاتف ولا شي حاجه تما. هاد السيد هذا دخل الشارع هذا تا هو و داز عاود رجع. هادي بانو ليه بانت لي هاديك الدراجه الناريه تما، بان لي الموطور قلبو بيدو بان انا مسورت ما والو. هذا ثاني من المشاكل اللي الانسان خاصو ما يطيحش في هاد المشاكل هادو. تيقولك اعقلها وتوكل، وخا دير كاميرا تما لا صورت الموطور ديالك علاش لا. يعني وقفت تما يا الناس غاديين كذا تا يعني بان لي الوقت المناسب اللي غادي يجر فيه هذاك الموطور. هنا مابقاش كيبان هو كاع، وراه غير واقف تما بحال كيهضر في شي تيليفون وكذا. صافي احتار القضية مزيان وجر الموطور. لكن راه كاينه مغامره ريسكي، راه زعما راه على جب. تخيل انه يتلاقى مع مول الموطور تم في هذيك الخرجه، اش غيقول؟ اش غيقول لي زعما؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هذا حتى هو يعني لا ربما يكون ساكن في نفس العماره هذا، لان يعني كان غادي يطلع في الدروج ما شنو كيفك تمايا هذا الموطور هذا اللي واقف هنا. فك شي حاجه من الموطور. انا زربت هنا الفيديو لان هو تعطل باش يفك داكشي من تما شنو. المهم لا عرف شنو كيفك هاد السيد هذا، لان في الاخير ما غيديش الموطور، غيدي غير شي حاجه من تما. وشكون تولى داك تما ولا ما نعرف. المهم شي حاجه فكها من الموطور ذا. كتبان مزيان. المهم داكشي اللي عرف، اللي عرف الاخوان شنو خدا هذا يبارطاجيه معنا في التعليقات. وزاد في حالته لا حول ولا قوة الا بالله. وتبارك الله عليكم، ونتشوفو في فيديو جديد ان شاء الله.